خلينا نروح لبرج العرب ونشوف ونتابع تمرين الفريق مع زميلنا محمد توفيق. محمد مساء الخير. مساء الخير الزميل العزيز احمد، تحياتي ليك ولضيفك الكريم كابتن اشرف ممدوح ولكل متابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. اللمسات الاخيره، اخر تمرين للنادي الاهلي، الكلام على بعض الاسماء في السوشيال ميديا الفتره الاخيره بعد الاشاعات اللي خرجت على اكرم توفيق، على طاهر محمد طاهر. تطمنا على مدى جاهزيه فرقه الماتش بكره، وتطمنا تحديدا على الاصابات اللي موجوده لو في اصابات وراي الجهاز الطبي فيها. الزميل العزيز احمد، يعني خليني اكلمك عن اليوم الاخير استعدادا لمباراه طلائع الجيش غدا ان شاء الله في مباراه كاس السوبر المصري ما بين الاهلي وطلائع الجيش اللي هتقام هنا على نفس الملعب اللي احنا موجودين عليه حاليا وهو استاد برج العرب. يمكن خليني اكلمك على الاستاد الاول. الاستاد كان موقوف لفتره طويله لبعض اعمال الصيانه والاصلاح. الاستاد عاوز اقول لك انه ظهر بصوره اكثر من رائعه، يمكن الارضيه كمان اكثر من رائعه. مستر بيتسو موسيماني كان ليه بعض الملاحظات على طول العشب الاخضر في الملعب وكده، وده ابلغه للمسؤولين عن الاستاد، لكن الاستاد بشكل تام على خير ما يرام، وان شاء الله يساعد لاعبي النادي الاهلي على اداء مباراه كبيره النهارده. يمكن زي ما قلت لك النهارده اخر يوم قبل مباراه الغد. يمكن الفريق النهارده اليوم المعتاد بتاعه الفطار 11 الصبح، بعد كده الغدا كان الساعه 3، كان في محاضره لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين في تمام السادسه، وفي السادسه والنصف اللاعبين تحركوا على ملعب المباراه لاداء المران الاخير والبروفه الاخيره لمباراه الغد على نفس ملعب المباراه استاد برج العرب. يمكن انت سالتني عن اللاعبين وغياباتهم، عايز اقول لك ان كل اللاعبين موجودين في المران الحمد لله، ما فيش اي اصابات في صفوف الفريق. 27 لاعب بالكامل موجودين في مران. اكرم وطاهر شاركوا في التمرين الاخير، بيبقى المران بادئ في تمام السابعه، يمكن مره بس ربع ساعه من المران حالا دلوقتي. كل اللاعبين ال 27 يا احمد اللي موجودين في قائمه المعسكر كلهم موجودين في التدريب من خلفي دلوقتي، اكيد شايفهم وفي لقطات هتوصلك للمران. الحمد لله ما فيش اي غيابات، 27 لاعب موجودين بالكامل في مران اليوم. يبقى الرؤيه الفنيه للجهاز الفني في اختيار قائمه المباراه وقائمه ال 11 لاعب اللي هيبداوا المباراه. نتمنى لاي 11 لاعب هيكونوا موجودين في الملعب بكره ان شاء الله التوفيق. عايز اقول لك كمان ان فرقه طلائع الجيش يمكن اتمرنت على ملعب المباراة امس، ولعبوا ماتشين وديين برضو على نفس ملعب المباراه، لان فريق برضو طلائع الجيش معسكر هنا في محافظه الاسكندريه. النهارده النادي الاهلي يمكن الجهاز الفني فضل ان التمرين الاخير يكون على نفس ملعب المباراه بحيث اللاعبين يتعودوا على ارضيه الملعب ويخشوا في اجواء المباراه، خاصه ان النادي الاهلي بقاله فتره كبيره ما لعبش على ملعب برج العرب. عايز اقول لك كمان ان النهارده تم عمل مصحه طبيه ظهر اليوم، وان شاء الله في ساعه متاخره من مساء اليوم هيتم ابلاغ الجهاز الطبي ان شاء الله بنتيجه المسحه، وان شاء الله يكون جميع اللاعبين والجهاز الفني والاداري والطبي على خير ما يرام، ويكونوا كلهم ان شاء الله بكره متاحين للجهاز الفني، وان شاء الله اي 11 لاعب يبداوا المباراه يكونوا على قدر مسؤوليه تيشيرت النادي الاهلي وحققوا الفوز، وان شاء الله تبقى ضربه البدايه لموسم طويل جدا من البطولات، وتكون البطوله الاولى هي بطوله السوبر المصري للمره ال 12 في تاريخ النادي الاهلي ان شاء الله. خليني بعيدا عن التدريب محمد اسالك على الاجواء العامه في معسكر الفرقه، يعني خصوصا انك هتبتدي مشوار موسم جديد بمباراه بطوله، وخصوصا كمان فيما يتعلق بالاسماء اللي داخله جديده على النادي الاهلي. عايز اقول لك ان الاجواء اكثر من رائعه، يمكن الجهاز الفني والاداري موفرين اجواء اكثر من رائعه داخل معسكر الفريق هنا. يمكن الفرصه ما اتاحتش لفريق النادي الاهلي انه يخش معسكرات منذ سنتين تقريبا بسبب ضغط المباريات وتلاحم البطولات، بتطلع من بطوله بتخش في الثانيه او بتخش في التزامات للمنتخب الوطني، فما فيش معسكر. يمكن ده اول معسكر من فتره طويله، وزي ما انت شايف يعني يمكن المعسكر اقل من خمس ايام وبتلعب مباراه بطوله زي ما قلت، وبعد كده عندك مواصله ان شاء الله في بطوله ثانيه في بطوله الكاس ومباراه انبي، لكن الاجواء اكثر من رائعه. اهتمام كبير جدا من الجهاز الفني والاداري لتوفيق اجواء للاعبين داخل المعسكر، يمكن اجواء هادئه جدا في يعني الفندق في نزلاء، لكن في فصل تام لفريق النادي الاهلي عن بقيه النزلاء في الفندق، سواء قاعه طعام خاصه النادي الاهلي، قاعه للصلاه، قاعه للمحاضرات، كل دوت بشكل منفصل، ما فيش خروج من المعسكر، المعسكر مغلق بشكل تام. الجهاز الطبي يمكن متابع مع اللاعبين الحاله البدنيه والحاله الطبيه يوم بيوم، كمان اخصائي التغذيه هو اللي بيشرف على جميع النظام الغذائي للاعبين. عايز اقول لك معسكر متكامل قلما تراه في نادي خارج اوروبا الا في النادي الاهلي، وده طبعا هيفرق كتير جدا وهيبان على مستوى الفريق خلال الموسم ان شاء الله، ويقطي بثماره، وتبقى اول ثماره ان شاء الله بكره بطوله السوبر امام طلائع الجيش ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق. دي كانت اخبار اللقطات الاخيره بقى واللحظات الاخيره من تمرينه الاهلي الاخيره استعدادا لماتش بكره.